وانا ري شحال عاودت الدخله هذه ديال السلام البنات لاباس على خير كنجلس هكا كنقول لا بنت غليظه بلاتي ندور جنب درت هكا ما عجبتنيش نضادر فيهم هذا المصوره فيهم رينك لايت ديرون جاوني دونك ما عرفت كيفاش ندير. 1 2 3 4 سلام البنات صافا لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه وتكونوا دوزتوا رمضان مزيان ودخلتوا مع التنشيطه ديال الصاد والتنشيطه ديال الصاد وكي غتكونوا فيها زعما تكونوا كنتمنى تكونوا اون فورم هذا ما نقول لكم سينو مرحبا بكم فيديو جديد في القناه ديالي واللي اول مره كيطيح في القناه ديالي اولا شفتي فيديو من الفيديوهات ديالي وعجبوه ما ينساش يشترك في القناه ويكليكي على ديك لاكلوش باش دائما يوصلو الجديد واخا انا الحمد لله ما عمرني ما عندي الجديد دائما كنبقى كنمشي كنغيب كنسى واش عندي يوتيوب عاد كنتفكر انني ندير شي فيديو بون ما علينا كلشي مزيان الخايب غير بلاش المهم البنات كيف ما شفتوا في العنوان عندي مشتريات من شيئين وصلتني واحد لا كوموند صراحه ماشي ديالي هي ديال المهم ديال ميكوزين وصاحبتي وداكشي دوزت لهم لا كوموند ومنين وصلت قلت غادي نبارطاجي واخا هي الصراحه كاينين دي زارتيكل عطيناهم لماليهم حيت كانوا زربانين بيهم وهادو اللي بقاو عندي هنايا قلت غادي نبارطاجيهم معكم واللي عجبني في هاد لا كوموند بزاف بزاف واللي خلاني ندير فيديو هو واحد صاحبتي خدات لي زاكسيسوار ديال الطوموبيل هكا باش تزوق على طوموبيلتها وتحلقها وتقادها وعجبوني قلت نبارطاجيهم معكم دونك ندوزو نشوفوا هاد اللعيبات هادو الوغ نبداو بلي زاكسيسوار ديال الطوموبيل دونك اول حاجه خدات هادو ديال المرايات ماشي ديال المرايات باردون ديال هذا الزاج خدات جوج هادو راه اصلا كيجيو هكا جوج واللي عجبني فيهم هو انه كيتلواو جاو هكا اونبالين مجموعين غير انا ما بقيتش عارفه نعاود نجمعهم ولكن عندكم تبعوني انا ديروا هادشي تترسوهم المهم جاو هاد جوج ديال اللعيبات هاد الدريقات هادو ديال المرايا ومعاهم هادوك هاد اللعيبات هنايا دوك لي زاكروش كما عرفتش ما سميتهم باش كيتشدو فوالا ها هما دونك انا كل حاجه غادي نخلي لكم التصويره ديالها باش تعرفوا لو بري ولي بري زعما ريزونابل رخيصين ماشي شي حاجه اللي هي غاليه هادو دوك تويشات الخويتمات ديال شيئين خلاص هادو راه معروفين هادو راه ما غاليينش حتى هما بزاف هادو ما حليتهمش ليها خدات هاد الصندغي هادي ما هذا خديتها باش تبقى دير فيها الصرف هادي حتى هي ما غالياش فوالا المهم هي راه مازال ما شافتش لا كوموند ديالها تحت تشوفيهم تشوفيها في يوتيوب عندها هادوك الدريقات ديال الطوموبيل ما فيهمش المرايا جوبونس واقيلا اللي عندها هي اللي قدامها فيها المرايا اللي من الجهه الاخرى اللي حداها ما فيهاش المرايا دوكو خدات هاد المرايات هادو باش تلصقهم في الدريقات غنحلك اختي سكية سمحي لينا بعدا حلينا لك لا كوموند ديالك ولكن غادي تشوفيها فوالا ها هما هادو هما المرايات وفيهم هاد اللعيبه هادي كتحيديها باش كتلصقيها وهنا هادو كاملين هادشي كامل غنخلي لكم دي فوتو خمسه باش تعرفوا لي بري انا ما عقلتش على لي بري ويلا قلت لكم هادو والله ما عرفتهم ديالاش نحط لكم لا فوتو تعرفوا ديالاش هادو جوج لعيبات ما عرفتش واش كيتخشاو في دوك ديك اللعيبه اللي كيكونوا فيها اللي كيكون فيها الكاس تنحطوا لا فوتو وبدات ندير لكم فيديو ما عرفتش هادشي ديالاش هاد الشبيكه انا عارفه بحال هادي رونجمون هادي رونجمون تاعي غادي نخليها لكم في الفوتو هنايا باش تشوفوا كيفاش كتعلق زوينه ولا كاليتي ديالها حتى هي زوينه الا بغيتي تحطي قريعات ولا شي حاجه بحال هكا فوالا فاتيك تي كنايا هنايا عاود خويتمات
وهذه اللي نوريكم دابا هي اللي عجبتني بزاف. هادو فراشات كتلصقيهم في الطوموبيل الداخل، كيجيو غزيولين، كيجي المنظر ديالهم واعر. وهما ثلاثة، هادو نعقل على لو بري ديالهم، خلي دايره شي 20 درهم ولا 29 درهم. هادو عقلت على لو بري ديالهم. المهم كيجيو ثلاثة ديال الفراشات، فوالا ثلاثة ديال الفراشات هكا كتعلقو. مهم انا غنخلي لكم التصاور هنايا باش تعرفوا هادشي فين كيدار بالضبط. المهم انا بحال دابا هاد العيبات ما عرفتهمش، ولكن قلت غادي نوريهم لكم وغادي نخلي لكم لا فوتو. المهم غادي غتفهموا، الناس اللي عندهم طوموبيل غيفهموا اكثر مني. هادو ما فهمتش حتى هما ديالاش. اش بونس هادو واقيلا علاقات فين كنعلقو هذيك ديال الغونجمون. المهم هادشي راه عندهم زوين ورخيص وقادو طوموبيلات اللي بغا يحط طوموبيل. غادي ندوزو لا كوموند، الكمالة ديال لا كوموند. الوغ عندي هنايا وخدات عاود واحد صنيدلة، صنيدلة صراحة زوينة، هي ديال بلاستيك، هي بلاستيك خفيفة وهنايا ماشي قاصحة رطيبة، عجبتني بزاف هادي تا نقدر ناخدو حيدة بحالها. في الاول انا ما كنش كيحسب ليا واش ديال الميكا، كان كيحسب ليا واش زعما جلد، صح صدقات ميكا ولكن زوين. الوغ ندوزو الكمالة، كاينين هاد ليميول هادو عجبوني تا هما، لا كاليتي ديالهم واعرة بزاف بزاف، ما توقعتش انهم غادي يصدقوا هكذا صراحة. فوالا عندي لكم هكا باش تشوفوا مزيان، شوفوا الديتاي مفينين، ما فيهمش حتى ديك الكولا اللي كتلقاو هكا لاصقه في الجناب هنايا، وكتلقاو لاختي داك زعما الصبيبط ما مفينيش، هذا مفيني من داك الشيء الرفيع زوين، تقولي زعما خديتي من شي ماركه ديال التضخيم العالي. زويون هذا اللي بغى ياخذو نصحكم به صراحه. وشفت البنات واخدين زعما من غير هذا واخدين دي تروك اخرين وصادقين، بحال واحد لي بالغينيت كنت خديتهم انا ومازال تلبس فيهم. هاو كاين عاود هادي كوموند ديال واحد البنت اخرى. الوغ هنا كاين عندنا واحد لاكوك ولا ما عرفتش شنو كتسمى كارتيرو، هادي كوك ديال التليفون زوينه. هاد لا ماتيغ ديال هاد البلاستيك هذا زوينه، ما بغيتش نحلها الصراحه كامله، وفيها هاد الخويط هذا ديالها اللي كيجي معاه باش الا بغيتي تعلقيها. كاينه هادي، كاين هاد لي بانسو اللي حمقوني غادي حتى انا نكومونديهم، عجبوني بزاف. هادو دي بانسو فنين، هي فنين ديال بصح. مهم راه كاينين بزاف في هاد العيبة هادي. اوبس عرفتي الزغبة ديالهم، مانيفيك بزاف واعرين وما غاليينش هادو، وفيهم بزاف ومعاهم البيوتي بلاندر ديالهم. البيوتي بلاندر حتى هي زوينه رطيبه وعجبتني حتى لا كولا، غادي بعدا واخا جونغ واخا ديري تخدمي بها بزاف ما غاديش يبان فيها هذاك الوسخ ديال الفون دو طان، حيت واخا كتغسليهم كيبقاو موسخين. الو غادي لا كولا ديالها زوينه. كاينين عاود هاد لي 3 بانسو هادو ديال الحواجب وديال باش تفيني، فوالا الحواجب باش كتفينيهم من هنايا من التحت الا بغيتي تقادي الرسمه ديال الحواجب. كيجيو ثلاثه، كاين واحد غليظ وواحد رقيق وواحد معين. سينو هذا مايو بوغوم،
هذا لا ماتيير ديالو مانيفيك حتى هي الصراحه، تبو زوين بزاف بزاف زوين، وحتى لي موتيف لي فيه عجبوني، ولا كولور حتى هي زوينه. هذا جو بونس ما بقاش حيت كان اون ريبتور دو ستوك، ما بقاش فيه بزاف. وكاينه هنايا اون روب لي تا هي غزي ولا بزاف بزاف، بصافي تكون كاتبه ليكم انت. غادي ندير هكا تشوفوا لي ديتاي، جات هنايا كولفي فيها العقيدات، وهنايا كاين عندنا هنايا هاد الدونتيل وصافي. وكتجي طويله، كتجي هابطه على ركيبات زعما فوالا. عجبتني هاد لاغوب حتى هي زوينه. سينو داكشي الاخر اللي كنمشى عند مالي كان واحد ليغينز ديال سبور حتى هو كان زوين بزاف. و شنو اخر ليغينز ديال سبور ما عقلت شنو ما عقلت شنو داكشي اخر. سينو هذه هي لا كوموند اللي كنت باغا نبارطاجي معكم، كنتمنى نكون فتكم واحد شويه سورتو بهاد لي زاكسيسوار ديال الطوموبيل. صراحه دابا انا كان عندي في راسي شيئين هو الحوايج والصبابط والسيكان، وخاصه كان انا ملي كنت خديت ساك ما صدقش ليا ما عجبنيش، ولكن كاينين بنات طاحوا في سيكان زوينين، سينو الحوايج ديالهم زوينين. هادشي هو اللي كان في دماغي، وشي تخربيقات ديال الكوزينه. وما هاد لي زاكسيسوار ديال الطوموبيلات ما كانوش عندي في الدماغ، دابا ملي شفتهم عجبوني وقلت هي ديك فاش قلت علاش ما بارطاجيهمش معاكم. بون البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ويكون خفيف ظريف ما فيه لا تخربيق لا تزربيق. صافي يلا تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليتكم على خير، باي باي.